دي حالة سيدة عندها 60 سنة، حصل كسر في الركبة زي ما احنا شايفين، كسر متحرك من مكانه، ودي أشعة الركبة، كسر أهو أسفل مفصل الركبة، كسر متزحزح من مكانه، اتعمل شريحة ومسامير للرزق، ودي الأشعة هي باينة، وأسلاك معدنية للعظمة التانية، إن احنا عندنا عظمتين في الساعد، نفس الحكاية برضو في الركبة، اتعمل شريحتين ومسامير عشان نثبت بيهم الكسر، وزي ما احنا شايفين الأشعة كويسة جدا.